السلام عليكم، لما وصفتم والدكم تحلية اللي هي تحلية تراب الملوك؟ جيب لينا هالتحلية هذه. نبدأ مباشرة في الوصفة. كأول طبقة نحتاج أي بسكوي يكون عندك، نطحنه حوالي 200 غرام تاع بسكوي. أنا استعملت هذا، طحنته طحني رطب. بعد ما طحنته واش ندلو؟ ندلو الزبدة دايبة ولا مارغارين، حوالي 100 غرام تاع لا مارغارين دايبة. نخلطهم مع بعض. يعني شحال الزبده المهم ديري حتى يترمل لك هذاك لو بيسكوي. اذا استعمل يدي احسن بهذه الطريقه. شوفوا معنا يعني كي تحكميه يتحكم، كي تلميه يتحكم. من بعد واش ندير؟ نحكم مول. انا حندير في هذا المول تاع الدجاج هذا، ندير كميه ونخلي شويه فقط هكذا باش نزينو به. اذا هذا راح نخليه على جهه باش نزينو الوجه تاع التحليه تاعنا. اذا نديرو كطبقه متساويه، اذا نخبزها مليح. بعد ما كملت سويت الوجه تاع لو بيسكوي تاعنا، ندوزو للطبقه الثانيه. الطبقه الثانيه واش فيها؟ فيها زوج بيضات كاملين. عندي هنا كاس تاع لا كريم فخاش ديري تاع الحلويات ولا تاع الطبخ اللي كانت متوفره عندك. ما عندكش تقدري تعوضيها بزوج علب تاع الياغورت طبيعي، لكن من الاحسن ديري لا كريم فخاش. عندي هنايا نص كاس تاع السكر، ربع كاس تاع الزيت، جبن مربعات حوالي 4 حبيبات. كما تقدري ديري جبن مثلثات، فقط يكون من نوعيه اللي ما تكونش فيها المالح، يعني ما يكونش مالح بزاف. حنحتاج هنايا لافاني. نبداو بالطريقه مباشره. اذا واش ندير؟ نحكم طاس تاع الميكسور، ندير فيه هذوك زوج بيضات، ندير كل شيء مع بعض، ندير معاه داك نص كاس تاع السكر وداك الكاس تاع لا كريم فخاش، نزيد معاهم ربع كاس تاع الزيت، نزيد معاهم داك الفرماج. اذا نديرو كلش مع بعض ونديرو لافاني اللي هي مغرفه صغيره تاع لافاني، ريحتها رائعه. اذا ندير هذيك المغرفه الصغيره تاع لافاني ونخلط كل شيء بالمكسر حتى ينسجم معنا الخليط ولينا ليس. بسم الله. من بعد نفرغ فوق الخليط، يعني فوق الطبقه الاولى تاع لو بيسكوي. نشعل الفرن تاعي على 180 درجه، نشعلوه من التحت فقط. بعد واش ندير؟ نشعلو، ندخل المول تاعي يطيب لكن ما نخلوش يحمر، ينشف فقط. غير تمسي طبقه تصبيها ناشفه، ما نخلوش يحمر، نحيها ونرجع لكم. من بعد ما دخلتها للفوق وطابت خرجتها، يعني شوفوا ينشف فقط ما تخلوش يحمر، شعلوا له من تحت فقط. الطبقه الثالثه واش راح تكون؟ راح تكون كاس تاع الحليب، كيس تاع الفلون ذوق كراميل. راح نحتاج مغرفه صغيره تاع قهوه سريعه الذوبان. اللي ما عندهاش قهوه سريعه الذوبان واش دير؟ طيبي قهوه براس عادي، ديريها يعني قطعة تكون ثقيلة شوية، وديري حوالي ربع كاس فقط. إذا ندير هذاك لو فلون مع كاس تاع الحليب، فلون ذوق كراميل، وندير مغرفة صغيرة تاع قهوة سريعة الذوبان، تبدلنا اللون وتبدلنا الطعم. إذا نديرها فوق النار تغلي، نخلط مليح هذاك الخليط تاعها حتى يذوب، كي يغلي نطفي عليه. غير يغلي لنا الخليط او بدا يغلي في الاطراف، يعني المهم حنا الخليط تاعنا عندنا يسخن باش هذاك لو فلون يعني يخدم الخدمه تاعو. اذا ها هو غلى معنا، نطفي عليه ونفرغه فوق الطبقه الثانيه. نستعملو مغرفه ونبدا نفرغ. بسم الله. هذه الطريقه اذا ندخلها الثلاجه حتى يبرد تماما، على الاقل 4 سوايع 5. جبد لنا الطبقه الفوقانيه، الطبقه الوسطانيه تبرد، ونعاود نرجع لكم نزينو ونقطعوها. من بعد ما بدات مليح التحليه تاعي، هيا معنا نقسمها، والتقطيع يبقى يعني حسب الرغبه تاعكم. اذا راح نقطعها ونحي حبه نشوفها كيفاش جاتنا. بسم الله.
بما انه انا درتها هابطه شويه على هذا قطعتها مربعات شويه كبيره. حبيتيها تجيك عاليه وحبيبات شويه صغار صغري المول. اذا ها هي معنا طبقه تاع لو بيسكوي، طبقه تاع ديك الكريمه، وطبقه تاع الكريم كراميل. الوصفه تاع نهار المهم ها هي معنا واجده. نزينها بشويه تاع لو بيسكوي اللي خليناها على جهه في الوسط، والتزيين دائما يبقى اختياري. شوف كيفاش جاتنا، جات رائعه. شوفوا الطبقات اللي معنا، طبقه البسكوي الكريمه، الطبقه الثالثه نجي بنينه البنات. ها هو البلاطو معنا، يعني درنا كميه رائعه، ذوقها بزاف بنين. بسم الله. اذا ها هي معنا طبقه تاع لو بسكوي تيبوها مقرمشه، طبقه تاع هاد الكريمه فيها واحد البنه مميزه مع الطبقه الفوقانيه. نتمنى انكم تجربوها، اكيد راح تنال اعجابكم. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.